السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله تعالى حبيت أشارككم طريقة عمل المخمرية الكريمية، مخمرية المحلب، وبنفس الطريقة هتعمل بها مخمرية الضفرة، مخمرية القرنفل، مخمرية الصندل، المهم أي مخمرية تانية بنفس الطريقة. طيب، في الأول بس يا ريت يعني ما تنسوا اللايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، وكون جدا شاكرة وممتنة. طيب، يا ريت تنتبهوا في الفيديو من الاول لحد الاخير علشان تستفيدوا. اول مكون معانا هيكون المكونات الجامده، تمام؟ يا اما تختاري مكعبات مسك عبد الصمد القرشي، تختاري واحد منهم، يعني واحد من المكونات دي، تمام؟ ده المكون الاول. او تختاري شمع العسل، ما متوفر عندك تختاري بدلا منه زيت جوز الهند، طبعا لانه جامع عشان كده حنستفيد منه في المخمرية الكريمية. طيب، لو الثلاثة دي ما متوفرين عندك ممكن تستخدمي بدلا منهم يعني زبدة الشيا. خلاص، دي كلها خيارات انا بديك ليها. انا صراحة هستخدم مكعب واحد من المسك مع زيت جوز الهند. بس للتوضيح، ما ضروري تشتغلي بنفس مكعبات مسك عبد الصمد، ممكن تستخدمي اي مسك جامد متوفر بالنسبة لنا، موجود هنا في قطر، موجود في الشاهين، تقريبا سعر الوحدة منهم 5 ريال. طبعا حقت عبد الصمد القرشي هي جميلة وحلوة، لكن بس سعرها عالي شوية، تمام؟ أول خطوة هنعملها هنبشر مكعب المسك، بغض النظر زي ما قلت لكم سواء كان مسك عبد الصمد أو أي مسك تاني، خلاص. بس لكن مسك الحجر ما هيشتغل معاكي في الوصفة دي علشان نكون عارفين، احنا عايزين المسك الجامد، تمام؟ طيب، بالنسبة للناس اللي كانوا يعني ما متابعين معانا من الأول، احنا كان عملنا خمرة المحلب وورينا فيها طريقة عمل بذرة المحلب المعطرة، ارجعوا ليها وحضع لكم ان شاء الله في التعليق المثبت علشان تواصل معنا الفيديو. ابشروا واضعوا في حمام ماي وارجع لكم، يا اما حمام ماي او على الميكرويف. انا صراحة حضعوا على الميكرويف كده. خلاص، بشرت المسك وزي ما شايفين طلعت كمية كبيرة جدا، نضعه بعد كده على الميكرويف. بعد دوبنا المسك مع زيت جوز الهند، صراحة الكمية زي ما شايفينها طلعت كبيرة، فحأنقص منها هنا في السكرية الصغيرة دي، حأعمل لكم منها إن شاء الله مزيل عرق علشان كمان البنات الصغار يستفيدوا من الوصفة. طيب، بعد ما خلاص دوبناه حندخله على الثلاجة لحد ما يجمد تماما، ويا ريت الخطوات دي كلها تعملوها علشان تاخدوا مخمرية جميلة جدا جدا. نشوف مع بعض طريقة عمل مزيل الرائحة بطريقة جدا بسيطة وسهلة. هنا عندنا طبعا المسك الجامد مع زيت جوز الهند، دوبناهم وبعدها هنضيف عليهم ملعقة واحدة من الجرسلين، طبعا دائما يفضل الجرسلين الطبي النقي. خلاص، هنضيف منه ملعقة واحدة. الخلطة دي او الوصفة دي جميلة جدا جدا، بتعمل على ازالة الرائحة في نفس الوقت بتعمل على تجفيف وكمان تفتيح المنطقة. هنضيف ملعقة واحدة من الجرسلين، نخلط كويس جدا وبعدها نضيف النشا. بس ملحوظة بسيطة، طبعا ممكن تخلوها كده من غير إضافة النشا، لكن صراحة أنا بحبز يعني إضافة النشا لأنها بتخليها جامدة جدا وما تسيل يعني على الملابس. خلاص، يا هدي، هنضيف عليها ملعقة واحدة من النشا. نشا الذرة، تمام؟ نخلطها كويس جدا. اضفت ملعقه ثانيه من نشا الذره، حسيت انها هي سائله شويه، واذا ما عندك نشا الذره ممكن تضيفي بدلا منها بودره الاطفال، تمام؟ هنخلطها كويس جدا او نخلطها كويس جدا، وبعد كده نضعها في العلبه اللي حنضعها فيها يعني قبل ما تجمد، تمام؟ انتبهوا للنقطه دي. كده خلاص الوصفه بقت جاهزه، وزي ما شايفينها القوام حقها تقيل جدا، يعني ما بتنزل بدون تجميد بدون اي شيء. ممكن تستخدميها لعموم الجسم، يعني ما بالضروره فقط لازاله الرائحه، تمام؟ بعد كده نشوف ان شاء الله مخمريه المحلب. ارجع واذكر الناس اللي حابين يبداوا معانا مخمريه المحلب يرجعوا للفيديو الاول. طيب، دي هنا كده بودره المحلب المعطره المكفيه الجاهزه. كل ما علينا تكون لازم تكون ناعمه جدا جدا، يعني نطحنها طحن ناعم ناعم، تمام؟ وبعد كده نشوف ان شاء الله المكون الثاني معانا. حبيت اوريكم بس من قريب درجة النوع احنا عايزينها، زي ما شايفين
لازم تكون بالطريقه دي. خلاص طبعا ده الكلام ده بالنسبه للمخمريه الكريميه، لكن اذا المخمريه زيتيه موضوع سهل جدا، بنفس دقيقه الطحن اللي انت عملتيها حطيتي عليها زيت صندل وشويه صندليه وصلى الله وبارك. خلاص دي بالنسبه للزيتيه. المخمريه الكريميه بتحتاج شغل شويه، نشوف بعد ده ان شاء الله الخطوه الثانيه. عندنا هنا خلاص المسك مع زجاج الهند اتجمدوا مره ثانيه، خلاص اتجمدوا بالثلاجه. الخطوه دي مهمه شديد عشان تطلع معاكي كريم وجميل جدا، كريميه وجميله جدا. خلاص هنخلط هتخلط طبعا المسك مع زجاج الهند لحد ما توصلي القوام ده زيه زي كريم شانتي، شايفينه؟ اهو ده كده. الخطوة الثانية اللي هي هنضيف المحلب المطحون المعطر المكفي، خلطناه او طحناه ناعم جدا، هنضيفه كله كده مع بعض وبعد كده هنحرك بس بالملعقة. تمام، بعد كده خلاص حركناها كويس، بعد حركناها كويس ده شكلها بيكون بالطريقة دي. هنضعها في علبة، أنا هنا عندي صراحة مخمرية يعني من قبل فهضعها فيها. وآخر خطوة اللي هو هنضع زيت الصندل والصندل. خلاص آخر خطوة هنضيف الصندلية، طبعا الصندلية حسب ما توفر عندك، فايزة، منيرة، ميسو، المهم حسب ما توفر عندك. ممكن تعملي صندلية بس على قول أختنا أم ملهم، أم ملهم تقريبا، أم ملهم أيوة معانا متابعة هنا في القناة. خلاص أو ممكن تضيفي معاها زي الصندل حسب طبعا الإمكانية، أنا حاضيفهم الاثنين صراحة، الصندل الصندلية وزيت الصندل، أساسا هو ما فيه كتير فيلا ونمزج كويس جدا كده. خلاص المخمرية بقت جاهزة، بس خليني أوريكم القوام حقها اللي هو يكون قوام كريمي جميل جدا. أكثر ما يميزها إنها هي متماسكة مع بعض، هي الزمان بنعمل بها المخمرية إنه بس ندوب الفازين أو ندوب الشمع أو ندوب زجاج الهند ونضيفه للبودرة المكفية، لأنه تكون مفصولة صراحة، ولو تتمسحي بها بيكون يعني بودرة المحلب كلها في جسمك. فالطريقة دي صراحة جميلة جدا جدا، يا ريت تجربوها إن شاء الله بإذن الله وتنال إعجابكم زيها وزي أي كريم، بس يعني عارفين هذه مخمرية المحلب، لكن زيها زي الكريمات واحد. أتمنى إن شاء الله يعني تجربوها، ما تنسوا اللايك، مشاركة الفيديو مع أهل الأحباب، إن شاء الله أكون يعني أفدتكم ولو بالقليل، وإن شاء الله أنشروها في مناشر الغسيل زي ما قاعدة أقول لكم، خلوا القناة يعني تنتعش كده وترجع تاني زي زمان وزي أول.